السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة كده زي ما انتوا شايفين ده جزر، هعمل معاه كورتين بإذن الله. تنظيف الجزر وان شاء الله تفريزه، بفرزه ازاي، وكمان هبشر معاكم جزر وهقولكوا هنبقى نعمل ايه برضه بيه. ففي الاول كده هو جزر ناعم وجزر خشن وكده، فانا هنقيه من بعضه. هنقي الكبير على جنب، بسم الله، بالشكل ده كده عشان نشوف هنعمل ايه. طبعا انا لسه معايا شويه برضو، هنقي الكبير كده، يعني انا ما حطيتوش كله هنا. هو الجزر ما شاء الله اليومين دول رخيص وجميل، فاللي حابب بقى يجيبه ويخزن ويعمل منه انواع حاجات اللي زي ما انتوا حابين تعملوا. يعني انا هعمل كده، هنقي الكبير. ده انا هقطعه وهعينه في الفريزر. دوت الكبير ده هقطعه دواير كده وهعينه في الفريزر، ونعمل منه كده. هقول لكم هنعمل بدا ايه. طبعا البياع بيحطه على بعضه ما بيديش طبعا، لان هو الجزر رخيص فما بينقيش، بيحط كله على بعضه بقى ناعم على خشن فما بيديش قد بعض. احنا ننقي الكبير نعمل بيه حاجة، والصغير هنعمل بيه حاجات تانية برضه. الشكل ده كده طبعا الجزر بيبقى له اوقات وبعد كده بيروح او بيغلى، ما عدناش بنلاقيه موجود، فاحنا ايه بنقطعه ونحطه في الفريزر، ولما بنحتاجه على اي حاجه بناخده. تعالى بقى نلم الحاجات دي. هنجيب اول الجزر دوتي، بعمله قبل اي حاجه بنجره كده. بسم الله، يا رب بس يكون واضح. مش بقشره، بنجره علشان القشرة اللي هي اللي بره. طبعا كل ده هيشال. هنجيب نحط اللي عندها جزر بقى تشجع وتقوم ايه تعمل زي كده، وتقوم ايه تعمله، تشوف هتعمله بأي طريقة وتعمله هي كمان بالشكل ده كده. هكمل الكمية بقى وارجع لكم تاني. كده يا جماعة، بعد ما نقيته وقشرته بالشكل ده وغسلته طبعا خليته فل، عملت هنا ده اللي هو الجزر الكبير، ودلوقتي صغير شوية، وده صغير خالص او الناعم خالص ده اللي انا هبشره. هقول لكم هعمل ايه تاني. طبعا ده هنخرطه بالشكل ده كده، اللي هو يتعال في نعمل منه بقى ايه، الشوربة مثلا، شوربة عدس، الشرب اللي احنا بنحط فيها الجزر، مثلا بنعمل صينية بطاطس تورلي، اي حاجة بيتحط فيها الجزر اللي هو بالشكل ده كده. نقطعه ايه كبير كده بالشكل ده، ونعينه طبعا في اكياس او اطباق، واللي حابب بقى ايه يطلع منه بالشكل ده كده. بالشكل ده كده اهو،
ده كده تمام. هكمل دول بقى الكميه دول وارجع لكم تاني. قطعنا بالشكل ده كده يا جماعه اهو، ده اللي احنا هنعمل منه. او ممكن تملحيه برضو، يعني ممكن تملحيه تعبيه في اكياس في اطباق وتحطيه في الفريزر وتطلعيه على قد ما انت هتعملي اللي انت عايزاه، على قد صينية التورلي، على قد الطاجن، على قد البطاطس، على قد اللي انت هتعمليه معاه، على قد الشرب، زي ما انت حابة. هي دي التقطيعة بتاعتي، هنسيبها بقى كده وبعدين نقطع بقى اللي هو الناعم اللي بتعمل بقى مع ايه، مع شوربة الخضار ومع البسلة والحاجات دي. ماشي، نقطعه بقى بالشكل ده كده، حتت صغيرة، مكعبات صغيرة. برضو هنقطع ونرجع لكم تاني. عايزه اقول لكم ان احنا قاعدين انا ويوسف قاعدين بناكل الجزر، صح يا يوسف؟ بتعمل ايه؟ بناكل الجزر. بناكل ايه؟ جزر؟ جزر. عشان الجزر بي ايه؟ بيقوي النظر. صح؟ مش بيقوي النظر؟ شفتوا يا جماعه، الجزر بيقوي النظر. ويوسف قاعد ياكل معايا جزر. هكمل تقطيع بقى وارجع لكم تاني. عايزه اقول لكم يا جماعه البتاعه دي طلعت بتقطع الجزر الناعم بسرعه، يعني ما شاء الله عن السكينه العاديه. شوف قطعته لي بسرعه ازاي. هتعملي بس الجزره كده اهي وتقومي قلبها عاملاها كده اهي، قطع الجزر بسرعه الصاروخ. شايفين؟ واحنا لسه قاعدين بناكل جزر، صح يا يوسف؟ بالشكل ده كده اهي، تقطع بسرعة عن السكينة العادية. احنا بندوكوا افكار يا جماعة وانتوا تعملوا، انا مش بعلم حد والله، يعني حاشا لله. احنا بندي افكار واللي حابب يعملها يعملها، وكمان بنشجع بعض. يعني اللي عندها جزر كده تقوم تشجع بقى وتعمله زي ما انا بعمله كده، وهتعمله بسرعة بجد. خلصنا كمية حلوة ازاي. كملهم بقى وارجع لكم. كده خلصنا الكمية دول يا جماعة بالشكل ده اهو. هنبشر بقى الجزر ده عشان قلتلكوا انا عايزاه اللي هو المبشور. نبشره بالشكل ده بالمبشرة. اقطع على صوابعكم بقى وانتوا بتبشروا. بس كده كده عايزه اقول لكم ان كميه الجزر دي يا جماعه كلها والله ب 10 جنيه. يعني الجزر رخيص خالص. نعمل كميه جزر حلوه معتبره، اللي حابب يملح بقى، اللي حابب يفرز يا بلاش. طبعا بعد ما اخلص احتمال اوريكم الغدا بتاعنا النهارده، يعني لو لقيت الفيديو مش طويل اوريكم. هنكملهم بقى بشر ونرجع لكم تاني. كده يا جماعه عملت الجزر المبشور بالشكل ده، هركنه بقى على جنب ده. وعملت هنا خلي ده بعيد كده لان انا محتاجاه لوحده. ده طبعا الجزر اللي هو الناعم، وده الجزر الخشن اللي قلت لكم عليه بالشكل ده اهو. هنعمل ايه بقى؟ ثواني، هنجيب اطباق من دي يا جماعه كده زي ما كان الجزر اهو، اطباق زي دي كده هحط فيها، اعبي فيها الجزر. بسم الله، الكميه اللي انتوا عايزينها بقى اهو، اعبي بالشكل ده كده اهو. وطبعا هلفه بالبلاستيكراب او الورق اللي هو اللي بيلزق دوت، ونغلفه بقى ونحطه في الفريز. هعبي الاطباق بقى وارجع لكم. كده يا جماعه خلصناهم بالشكل ده كده اهو، عملنا على قد الكميات اللي احنا عايزينها، وهنبقى نطلعها طبعا.
هعبي انا بقيتهم بقى لوحدي بالشكل ده كده اهو. دول الاطباق الكبيره. عايزه اقول لكم عملت كميه كبيره ما شاء الله يعني جامده. فكده يا رب الفيديو بتاعنا يكون خفيف عليكم النهارده، ونشوفكم على خير دايما يا رب، وتكون فيديوهاتنا خفيفه عليكم.